طبقنا الكبة بالصينية مع الكاروت سوب شوربة الجزر، كمان طبق الجانبي كتير شهي وبيلبق لأكلة الكبة. فينا نقدم معها شوربة العدس أو شوربة الفطر أو شوربة الجزر، كتير بتلبق مع الكبة بالصينية. مشاهدينا اليوم رح يكون طبقنا مثل ما ذكرت قبل شوي كتير لذيذ وكتير شهي ومكوناته متوفرة. أهم شيء إنه مكوناته متوفرة بكل بيت، هي أهم نقطة، وما رح تتعذب ست البيت بالشغل، لأنه رح نعطيكم نحنا كيفية شغل هي الكبة. رح نروح على المقادير أول شيء لحتى تشوفوا المقادير رح تطلع قدامكم على الشاشة. اذا مشاهدينا مقادير مثل ما عم تشوفوا على الشاشه عم تظهر قدامكم. بدنا كيلو برغل ناعم، نص كيلو لحمه هبره او 200 جرام 250 جرام حسب نوع البرغل، واحد حبه بصل، واحد كوب جوز مقشور، واحد كوب لوز مقشور، 250 جرام لحمه مفرومه ناعمه، لوز للتزيين ودبس رمان. نحتاج ايضا لنص ملعقه من الملح، نص ملعقه من البهارات المشكله، نص ملعقه ريحان مجفف او زعتر، وايضا نص ملعقه كمون ناعم، وملعقه دبس، ملعقه صغيره دبس رمان، وفلفل حار اكيد حسب الرغبه. هي مكوناتنا لليوم، مكونات طبق الكبه بالصينيه.